الى مكه. امين. فجاء الكفار زين الكفار بمكه عند نظر وقالوا كذب حذروا من السماع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاعر لو أمرنا تبطك أن نص سبتها على سبيل الرفيق صلى الله عليه وسلم اللي ديسروا حدينك كمعك ما نصبتها فوضع في أذنيه القطر حتى لا يسمع كلام أحد تزين سميزة القطر من أبغاك أفكان مصيدة لسونه أقول بارد لسونه وأخذ يطوف بالبيت إبريز جرار قرمو أبغاك وهو يطوف بالبيت تمنتر جرار تنصب غريب وتنصب للبوزية وعالم من السحر أصلا أي أمور هذا المجيء أخرج القطر من أذن تنصب القطر من ذلك انكتب من كيف كنت رب بالنبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله من أنت كيف قال محمد عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم قال أسمعني كلام تكلم أريد أسمع الآن خمس سنتين قلت الدقيقة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. قال كيف؟ أعلم. إليس ينفر الله قد الله أول قوة الحال أحمده أبوي أبوي المديان أبوي كديان يوطن يشرك جامع الله سبحانه وتعالى دائمان إلى مصر عنيما ايه طيب انا دي وصل فكره نعم فقال له طب اللي دي سر فيرم قاعد طالبين اعاد يا ربي تو اسد انترون الاسلام